السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي شركة دي اكس ان؟ الآن الكثيرون ربما يعني يريدون أن يفهموا ماذا تعني هذه الحروف. الحقيقة أخواني، شركة دي اكس ان هذه الشركة الماليزية العالمية تأسست قبل 25 سنة، بالضبط في عام 1993 تأسست هذه الشركة. وهذه الحروف الحقيقة لا تعني شيء يعني مجتمعة، وإنما بلغتهم تعني الجدير بالثقة هكذا. فهذه الشركة قبل 25 سنة وجدت بفضل الله سبحانه وتعالى ونمت في العالم. الآن هي شركة عالمية قوية جدا، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني لها مجلس إدارة ناجح في ماليزيا، لها جمعية عمومية، وأيضا تسمى دي اكس ان القابضة، فهي تستثمر في مجالات وقطاعات كثيرة، منها قطاع الصحة اللي احنا بصدد الكلام عنه إن شاء الله في هذه الأمسية، وأيضا تستثمر في السياحة وفي التنمية العقارية وفي الطاقة المتجددة. الشركة الآن انتشرت في كل القارات، وصلت إلى أكثر من 170 دولة، ومرخصة بشكل رسمي في 85 دولة حول العالم تقريبا. يعني على سبيل المثال عندهم بأمريكا أكثر من 50 مكتب للشركة، عندهم بالهند حوالي 1000 مكتب، عندهم في أستراليا وفي أوروبا حوالي 15-16 مكتب، في جنوب شرق آسيا، في الخليج العربي مغطى بشكل كامل، في الشرق الأوسط، وفي دولنا العربية بفضل الله معظم الدول العربية الآن موجود هذه الشركة. وهذه الشركة يعني عندها منتجات صحية سنتناولها إن شاء الله ونتكلم عنها، وعندها أيضا نظام مالي للأرباح، نظام تجاري في صناعة تسمى صناعة البيع المباشر، وأيضا سيكون عندنا إن شاء الله بعد غد الكلام عن هذا النظام، وغدا سنتكلم عن المنتجات وفوائدها واستخداماتها، لكن سنعرج اليوم بشكل سريع بإذن الله تعالى. فهذه الشركة ونظامها مصمم للنجاح، لمن يريد أن ينجح مع هذه الشركة ينجح صحيا وينجح ماليا وينجح اجتماعيا بإذن الله تعالى بعد توفيق الله. وأرجو الله سبحانه وتعالى يا أخواني أن يكون هذا المشروع التجاري يعني مطية لنا للنجاح في الآخرة أيضا، لأنك ستترك بصمات أيضا في هذه الدنيا، ستدل كثير من الناس حول العالم أن يكونوا أحرار صحيا، أن يحققوا دخل عالي، سيستفيد الكثير من المرضى يعني بإذن الله تعالى، سيستفيد الكثير من الأصحاء بالحفاظ على صحتهم. أنت ستنشر ثقافة جديدة أو ليست جديدة، أقصد ثقافة معدومة في مجتمعاتنا حقيقة، ثقافة الوقاية الصحية، ستدل الناس على خير كبير كيف يحفظوا أجسادهم، ستدل الناس على فرص عمل، توجد فرص بأوقات الفراغ للناس، تساهم في القضاء على البطالة، تساهم أيضا في بناء النسيج الاجتماعي بين الناس. نحن الآن بفضل الله عندنا آلاف الناس والأعزاء والأصدقاء حول العالم، وربما بعضهم لم نقابلهم، وإنما فقط عن طريق التواصل الاجتماعي. فيعني حقيقة فرصة غنية يا أخواني، أرجو من حضراتكم أن تعيروا لها قلوبكم وأسماعكم، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني فيها من الثراء الروحاني والله ما يعجز اللسان عن الكلام به. فإن ربي قبل منا هذا المشروع، مشروع نهضوي، مشروع تجاري حقيقي لبلداننا، والله لكفانا بإذن الله تعالى. أرجو الله لي ولكم كمال التوفيق.